صلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم دايرين لاباس عليكم صحتكم بخير نتمنى تكونوا باحسن الاحوال كيكو حبايبي شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا اسمعي ماما 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 على فكره ما عاد تقول ماما ما عاد تقول بابا صار تقول ماما بس قولي بابا قولي بابا تصدق مع بابا ماما 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 ما. سلمي عليهم سلمي السلام دهب دهب سلمي عليهم كدايرين لاباس يوتي مهم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله حبيبي لقيتوني لابسه جديده يا تجلى ما شاء الله المهم لقيتوني يلا غادي نخرج ان شاء الله اليوم نص شعبان اختي عارضه عليا الكسكسو دايره الكسكسو في الدار ولكن جامعه غير العيالات يعني حنا البنات بيناتنا مهند غادي شي يكون معايا المهم كل واحد غايشد الطريق مهند غايشد الطريق وانا غنمشي الطريق مهند غيمشي لدبي وانا غنمشي للشقه عند اختي حيت ما كاينش راجل اختي في الدار يعني ما يق... يعني ما غاديش يطلع معايا للدار المهم دابا راه الساعه عندنا 9 ديال الليل راه ماشي بالنهار ما شاء الله الليل 9 بالليل عاد شادن الطريق المهم حبايبي شنو نقول لكم قولي لي امتي يلا وصلت عند دار اختي تعطلت عليهم بصراحه كانوا كيتسناو خرجت من الدار مع تسعود وصلت هنا مع ديك 9:40 نورمالمون نوصل نص ساعه 20 دقيقه هكاك ولكن كان زحام برا داك الشيء علاش تعطلت يلا كي وصلت عرفت ريحه البخور ما شاء الله في الدار كتكوخ مريم الله مشات دارت الكسكسو دابا ماشي سخون حيت كان واجد من قبل المهم انا نوريكم الكاسكيس الحدا قالت مريم دايره كسكسو بالتفايه هي التفايه يلا تسخن كسكسو هو يلا كيسخن دير كسكسو باللحم والتفايه اليوم البيضات المسلوقه باش غتزين خور العطور والروائح المهم كتشعل كتحط شويه هنا وشويه هنا ملاحظه الطياب تحيد الريحه ديال هذا حطها شويه هنا حطيتها شويه في الصالون حطيتها شويه في الكوزينه المهم البنات اللي عشاق البخور كيبغيو الروائح زوينه في رمضان مريم اختي راه كتصاوب البخور وكتبيعو ما شاء الله عليها كتصاوب كميات ما شاء الله كله كيتخاد ليها كيتشري يعني عليه الطالب المهم حبايبي اللي كيبغي البخور نحط لكم الرابط ديال الانستغرام ديالها ديال كتبيع فيه الانستغرام اللي كتبيع فيه البخور نحط لكم اسفل الفيديو الرابط اللي بغى ينورها بغى شي حاجه مرحبا شوف الكساكيس على الطبق الطبق البلدي يا خيتي وشوفوا غير ظلمتوا لي مريم والله الا ظلمتوها في ديك الفيديو بزاف التعاليق جاوني مريم 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 حيدي الصباغه حيدي الصباغه الصباغه مع سلو وراه ميكروب وهذاك حبايبي ديري يدك حبايبي درو ماشي الصباغه هادي راه غير حنه غير حنينه طلعت ليها كانت محنيه ودارو لها طفيرات هذاك الشيء ما كانش دايره كاع الصباغه النهار اللي كانت كتخلط الصفوف المهم انا بغيت نوضح غير هذه المساله حيت بزاف علقوا قال لك ما خاصكش تكوني ما خاصش الصباغه والصفوف راه ميكروب وهذاك الشيء انا ديما كندير الحنه في ضفاري ضروري خاصني النهار نقش نقول لهم ديروا لي الضفار ما عرفتش علاش كتحمق لي الحنه في الضفار بلديه كتخرج زوينه تبارك الله صلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك ما شاء الله شنو نقول لكم على الروائح تبارك الله عليك مريم المهم الحمد لله كملنا الميكله كملنا الكسكسو شبعنا الحمد لله وجلسنا استريحنا بعدا وتحدثنا واحد شويه عاد اختي مريم الحاجه ديالنا مشات درت واحد البريدات درت بحق واحد فيه هذا الحلاوه واحد مسوس المهم اللي كيبغي يشرب الحلو بزاف اللي كيبغي يشرب المسوس وشوف هاد البريدات والله الا حمقوني قلت لمريم خاصني ندبرت انا على شي واحد بحال هذا في اللون الذهبي غادي اللون بحال هو كيبان بحال النحاس هذا النحاس ما شاء الله شوفوا ومع الصينيه والكويسات في الذهبي وانتو المكسرات التمر والشريحه والكاوكاو والبيستاج
مهم راه حنا حاطين في الادرا كاين الطاوله السلامونجي، ولكن حنا بغينا نجلسوا جلسه في الارض، ما كاين ما احسن من الارض. وهنايا شويه الفقاس، وهنايا الشباكيه. ما علاش جات تبان مظلمه هنايا؟ عندي ما عنديش اضاءه بزاف في التليفون، ما كاينش اضاءه بزاف. المهم هذه الشباكيه جات تبان بزاف غامق ليها اللون. شوف اختي راه مشات دارت الاضاءه، دارت الاضاءه لا من التليفون. الحلوه ديال الشوكولاط، الحلوه ديال الشوكولاط جابتها معاها اختي اسماء، المهم صوبها في الدار ما شاء الله. وصافي العصير تما، ويلا نجلسوا نشربوا واحد الكويس اتاي. كبي لنا كويس اتاي يا مريم. النبي محمد صلى الله عليه، النبي محمد الصلاه عليه، يا النبي محمد صلى الله عليه، يا النبي محمد من هو مبلتا، يا النبي محمد اصحاب الروضه، النبي محمد من هم اربعه، يا النبي محمد اربع كتب، النبي محمد من هم خمسه، يا النبي محمد خمس صلوات، النبي محمد اصمت عليك، يا النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد اصمت عليك، يا النبي محمد. هانتوا الضرب يا خيتي، الضرب هانتوا الضرب يا هانتوا الزاز. انا ولهمات ضربات مجوهره، هادشي راه من عند لهما. شوف بالحجر كتلمع ما شاء الله، الناس اللي كيبغيو يلبسوا بحال يا الناس اللي كيبغيو يلبسوا بحال شي طويل في ما جاي رمضان. لا ماما لا، جاي رمضان كيبغيو يلبسوا داكشي طويل بحال هكا التحتيات طوال، ويبغيو يستقبلوا الحباب والصحاب. هانت الحطاط عند هما حلفت بنتي. لا شوف بنتي صار كنصور كدير الحماس حماس. هانت حتى لهما ضاربه عليهم عشية العلم ديال الشهر. السلام عليكم بنات كديرات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان، تبارك عواشركم، دخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. ونبغي نشوفوا غبرة طويلة، دابا قالت لي لهم نورت يعني صوري المخاوير ديالك. قال لهم لهما فينا هي لهما فينا هي لهما، هاي لهما راه شحال هذه ما بقاتش كتبان، ولكن الانستغرام متواجدة. اللي بغى لها هو يمشي عند الانستغرام. المهم الناس اللي بغات شي حاجه ديال المخاوير دوز عندي الانستغرام، راه تحط الرابط ديال الانستغرام تحت في صندوق الوصف فيك. ها انتم جديد وتقول لي وينات عز وينو البنات. عرفتي الحرير كدير الحرير ما شاء الله، حرير الاندونيسي هذا كيكون نازل وبارد حتى في ال... شوفوا كدير. هانتوا رشيمات، رشيمات جداد ها، خصوص رقم 6 وهذا الشيء ديال الرشيمات جداد. ها تسلي عادي الالام الله يسهل عليها. ها تسلي عقلي ما كتبري ما كتبريحيش ليا. ها انتو شوفوا خذوا ما عند خذوا ما عند لهما، الله يرضى عليكم البنات. شوفوا كيفاش كندير الاشهار، ولا تقولي مضيعه اختها. شوف كيجي الناس بحال هكا، وكيجي مخدوم حتى في الكمام، راه كاين مخدوم في الصدر وحتى الكمام حتى هو كيجي الثوب فيه 4 متر، 4 متر ديال الثوب، كل وحده كتخيط على المقاس ديالها. شوفوا هادو هما الكميمات هنايا ديالهم هنا في الطرف، شوفوا الكميمات ديالهم، شوفوا البنات ما شاء الله. واللوينات كنختار اللوينات، هانتو رشيمه، هانتو رشيمه واحده اخرى في العنق، هادي راه رشيمه كتكون كل رشمه في العنق ما شاء الله، داكشي كيبري. ها نخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديال اللي بايع المخاور في صندوق الوصف في التويه. حتى مريم كتبيع البخور اختي، راه كتعرفوها اختي مريم بخور كتبيع البخور. شوفوا التفاصيل كاملين، اللون حتى هو زوين هاد المخاور. شوف على الرشمه اللي كتكون في العنق زوينه، هي اللي كتعطي الديكور كلشي. بحال هذا شوفوا الرشمه كي دايره ما شاء الله. ها انت قول لي ما جاش عليا، جا داك الشيء كيهضر على راسه. راه مشكوط راسي كيقولوا لها لاز دوس زاز لوز، هاش من لاز دوس زاز لوز زاز لاز لوز. هي غتجيب واحد الله يلاه كيوريتها ليا، قالت لي شوفي نوار البياض اللي جبت واش نجيب بحال الدريات. قالت لي وريها للدريات بعدا كاين اللي عجبتهم الشانطيه، نوريكم الشانطيه ولا لا طلبتوهم بغيتوهم تلقوا مع المخاوير تجيب لكم كوموند منها. هانتو البلايغات كاين في الالوان، مثلا واحده خات مخور في اللون فيه الوردي فيه البيج، تجيب ليها اللوين على حساب الصدر. هانت هما البلايغ بحال البلايغات جايين هانتو على حساب اللوين اللي غتاخذي المخير المخور مخير
ديال المخور في الشاله ديالو وهكذا تجي البيسه طالع. المهم ما تبقيش طايح فيها انا ضروري رجلك لبسيك لبسي شي بلايقه. واحد هذا جهدي عليك ونزيد برح وبارك عليك اش حاسه بصحتي. هذا جهدي عليك قال لك حوايج مصافا والارزاق مختلفه ياك. هادشي كيقولوا كلشي كلشي ما شاء الله كيبيع وكلشي رزقه على الله والله سبحانه وتعالى هو الرزاق الاول والاخر. حنا كنكونوا وسيله وصافي ودخل عند لهوما العيد هذا العيد هذا وكيجيوك التويبات لا بشي زوين زوين خصوصا الا كانت شي وحده عندها الوقفه هي هذيك شي مولاتي قلده كتوقف داك الشيء هو داك الشيء راه الفقير مسموم هادشي كيبقى يلعب شي بحال الخويات كيبقى يبان خاوي حيت ما مفصلش على قدي ايه. دابا نتوما ملي غتاخذوا الثوب غتفصلوه على قدكم على الطاي ديالكم. انا هادو راه ما مفصلنش غير لبستهم ما مفصلنش على قدي الا هما كتكون مفصله ديجا على حساب لا فورم تا ولا على حساب فورم اخرى وعاد كتعطيني انا مقيسه كيجيوني ما كيجيوني خلا واحد كيف قايل مفهوم. المهم راه خصني نفصل على حساب بصاتي. المهم هو كيجي توب وما فصل على حساب بصاتكم يجي داكشي زوين يجي داكشي مقاد. دابا الساعه عندنا الوحده ديال الليل. الصديقه اللي كانت عندنا مشات هي وبنيتها. المهم حنا جمعنا الصينيه جمعنا الدنيا واحد ذهب حلفت ما تنعس الساعه واحدة وبقى ما بغاش تنعس. كنحاول معها باش نعس ما بغاش تنعس. يلا كي راجع مهند من دبي باش نرجعوا ان شاء الله. عيات يا اختي باتي 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 قلت لها مهند لا غنمشي يمشي بات بوحدو ما بغيتش نخليه بوحدو زعما تما قلت لها غنمشي. والمهم هذا مكان دوزنا مهم هاد الليله ديال نص شعبان بحال مع الخواتات والحباب. المهم كتعرفوا وجه وحده دابا خواتاتي الحمد لله وليت كندوز معهم المقيت وداكشي. كنت بوحدي في ابو ظبي كتعرفوا ما كنخرج ما كندرج كنبقى اغلبيه في الدار ما كنخرجش بزاف كتشوفوني انا اغلبيه في الدار. والحمد لله الحمد لله دابا ملي جاو سكنوا حدايا ملي جاو سكنوا ملي جيت سكنت حدا خواتاتي وليت بحال هذه المناسبات اللي كيكونوا بحال رمضان العيد ان شاء الله وهذا الشيء المناسبات اللي كي فيهم الجماعه مع الحباب جوج ضربات انا معاهم. يعني واخا ما يكونش مهند يكون عنده شي غاز نقدر ناخذ انا طاكسي من التحت ونجي يعني طاكسي بالزربه يجي لوحني هنا. المهم الحمد لله الحمد لله. دابا غنوض نبدل بنتي ونشرب الحليب باش نتسنى مهند باش يجي باش يصوني عليا باش ننزل عنده لتحت ان شاء الله.